وللحديث أكثر عن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم رقم 65 لسنة 2019، معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد علي حسن، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة. مساء الخير دكتور، ولو تحدثنا عن أهمية وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، وما الهدف من تنظيمه بكافة صوره بريا وبحريا وجويا للحفاظ على بيئة مستدامة؟ مساء النور، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا لتلفزيون البحرين على اهتمام مثل هذه الموضوعات الهامة جدا. وضع تشريع متكامل بشأن البيئة هو طبعا في غاية الأهمية، باعتبار أن البيئة هي كل ما يحيط الإنسان. الإنسان هو محور كل عملية الحياة، وتأتي الأهداف والغايات عموما وخصوصا من أجل الإنسان، ثم يأتي بعد ذلك الكائنات الحية كالنباتات والحيوان وحتى المواد الثابتة والمتحركة، كلها غايات من أجل حمايتها يسعى هذا القانون. فنجد أن كل الدول تسارع للاهتمام بالبيئة، وخصوصا أن المسألة البيئية الآن على الصعيد العالمي هي من أهم المسائل العالمية، كغيرها من المسائل الهامة كالاقتصاد والناحية الاجتماعية وغيرها. فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون النظر إلى الأبعاد الثلاثة المتكاملة والمتداخلة، وهي البيئة والاقتصاد والمناحي الاجتماعية والصحية. الدول صار لها فترة طويلة تتسابق لوضع قوانين للبيئة، سواء كانت قوانين عامة أو قوانين متخصصة، وكذلك العالم من خلال المنظمات الدولية والاجتماعات الدولية يسارع كثيرا لوضع الاتفاقيات الدولية المسمى بالبيئة. مملكة البحرين باهتمام وتوجيه من القيادة الرشيدة تسعى دائما المحافظة على البيئة بكل صورها. في عندنا احنا في البحرين قانون البيئة صدر عام 1996، وصار الآن لزاما أن يصدر قانون جديد أكثر شمولية. لذلك يأتي هذا القانون الذي تناقشه الصنف التشريعية حاليا، الذي انتهى منه مجلس النواب في القراءة الأولى، ثم الآن قدمت بشأنه لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى تقريرها ونوقش هذا اليوم. يحتوي هذا القانون على حماية البيئة من كل صدور، من كل صورها ومن كل المصادر، سواء في البري أو البحري أو الهواء، كذلك حماية التنوع البيولوجي وحماية الإنسان من الإشعاع، وحماية البيئة من المواد الكيماوية، وكذلك حماية البيئة الداخلية وبيئة العمل. ينقسم هذا المشروع من القانون إلى 18 باب موزع على فصول ومواد، 125 مادة. كذلك يلزم المشروعات بإجراء دراسات للتقويم الأثر البيئي قبل أن يقام أي مشروع في البحرين، يجب أن تجرى له دراسة التقويم البيئي من أجل معرفة الأخطار وما يجب عمله للحد منها. كما يرتب القانون عقوبات على كل المخالفين، تصل بعضها إلى أشد العقوبات في قانون العقوبات. لذلك السلطة التشريعية تتطلع إلى أصدار هذا القانون الشامل الجامع في أقرب وقت ممكن. نعم سعادة الدكتور محمد علي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، شكرا جزيلا لك.